تتطور الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بشكل ملحوظ بخاصة المرورية، فقد استحدثت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية، بدأ تشغيلها الفعلي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات، وتقدم خدماتها على مدار الأسبوع من 10 صباحا حتى 10 مساء. العربيات دي بتقوم بنفس الخدمات تقريبا اللي بتقدمها وحدة المرور، وفي نفس الوقت كمان هيبقى في كول سنتر، ممكن لو انت عايز العربية تجيلك لحد البيت تطلبها من خلال 1-3-5-8 والعربية تجيلك لحد البيت ترخص لك عربيتك تحت البيت. المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدمات استخراج رخص التسيير والقيادة والملصق الإلكتروني والفحص الفني الآلي ومستلزمات مرورية للسيارات، الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن، والمعاملات في تلك المراكز إلكترونية، وستكون في أماكن محددة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها. أنا حجزت أونلاين عشان تجديد رخصة العربية، ولما ادوني ميعاد توجهت هنا للوحدة، وبصراحة الفحص تم، كل حاجة تم بمنتهى السهولة وإجراءات قليلة بدون تدخل أي عامل بشري، يعني كله كان إلكتروني. ناس بصراحة متعاونة جدا جدا، ويعني الموضوع ما خدش اكتر من 12 دقيقه يمكن، كله الرخصه باستلامها بكل حاجه. خدمه ممتازه، يعني حابب نشكر وزاره الداخليه على انها يعني بتفكر دايما في التطور، ان يبقى في خدمه مميزه احسن، كله بيصب في مصلحه المواطن. وقد تم استحداث خط ساخن لطلب الخدمه، اضافه الى اتخاذ اجراءات تجهيز تطبيق الكتروني على الهواتف المحموله يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال المراكز التكنولوجية إلى الأفراد في أماكن إقامتهم والمنشآت الصناعية والتعليمية. واستكمالاً لخطة وزارة الداخلية في إنشاء وحدات مرور إلكترونية بالمراكز التجارية والأندية الرياضية لتقديم خدمة ترخيصية أسرع وأسهل للمواطنين دون التقيد بنطاق جغرافي، أنشأت الوزارة وحدة مرور إلكترونية بنادي سموحة بالإسكندرية، حيث تعمل إلكترونياً بشكل كامل دون التقيد بنطاق جغرافي لطالب الخدمة، وتعمل على مدار اليوم، وتقدم الخدمة بصورة ميسرة، حيث تشمل خدمات التراخيص والفحص الفني. كانت تجربة جديدة بالنسبة لي وكانت رائدة جدا، خلصت الإجراءات كلها في وقت سريع جدا. أنا جيت في وقت قليل جدا، خلصت فحص العربية وخلصت التجديد، وفعلا احنا الموضوع أسرع بكتير جدا من الأول. ما كنتش متوقعة أني ممكن ألاقي وحدة مرور إلكترونية جوا النادي هنا، كانت حاجة حلوة جدا هم يعملوا وحدة مرور إلكترونية، وحقيقي لما جيت الرخصة اتعملت بمنتهى السهولة والإجراءات كانت سلسة جدا وبسيطة. وبذات المواصفات أنشأت الوزارة وحدة مرور إلكترونية جديدة بداندي مول بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، في إطار خطتها لنشر تلك الوحدات تباعاً على مستوى الجمهورية، ليحصل المواطن على خدمة حضارية إلكترونية، وبما يخفف الضغط على وحدات المرور التقليدية. الحقيقة أنا منبهر بالخدمة، خدمة هايلة جداً، حاجة جديدة على مصر، وشايف الموضوع في تقدم فظيع، فالحقيقة كل الإجراءات سريعة والخدمة هايلة، الحمد لله. لا أنا الحقيقة مبسوط جداً من الخدمة. أنا دخلت بالعربية، قالوا لي هتفحص، وبعد كده دخلت هنا عند المكتب قال لي هتدفع الضريبة، وما كملتش 10 دقايق واستلمت الرخصة. أنا شايفاها إن هي بصراحة حاجة جميلة جدا، الموضوع كله إلكترونيك، كله سهل وبسيط، ما بياخدش وقت، مفيش حتى تعامل بورق بفلوس كاش، كله حاجة إلكترونيك بالفيزا كاردز وكده، فأنا شايفة الموضوع لطيف وما بياخدش وقت. هذا التطور الملحوظ في الخدمات المرورية الإلكترونية بالتوسع في نشر وحدات مرور إلكترونية بالمولات والأندية الرياضية واستحداث وحدات مرور إلكترونية متنقلة، إنما هو تأكيد على استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى الوصول بخدماتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية، مع العمل على تطويرها باستمرار.